اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي هنحط اللوجو بتاعنا على الفيديو سواء صورة او متفرغ. يلا بينا نشوف ازاي. بعد ما بنفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج في المورا 9، بنبتدي ندخل الفيديو اللي احنا عايزين نشتغل عليه واللوجو بتاعنا. زي ما انتم شايفين بناخد الفيديو دراج اند دروب، نحطه في المكان اللي احنا عايزينه، وبعدين بنيجي ناخد اللوجو بتاعنا. انا جايب لكم هنا 2 لوجو، واحد بخلفية بيضاء وواحد مفيهوش خلفية. ده اول واحد زي ما انتم شايفين، حطينا ادي اللوجو عندنا ظهر على طول فوق الفيديو. طيب عايزين نحركه، عايزين نغير مقاسه، نحطه اليمين على الشمال. اول حاجة هنعملها هنضغط على اللوجو طبعا هنا، ده اللي احنا شغالين عليه، وبعدين هيظهر عندنا زي ما انتم شايفين كده المكان اللي محدد اللوجو بتاعنا. لو ده ما ظهرش ما ينفعش ان احنا نتحرك بيه، لان طبعا هتبتدي يتحرك في الفيديو زي ما انتم شايفين كده، ده الفيديو. فاحنا عشان نصغر او نكبر بنيجي نسحب دي كده تمام، ونحطه في المكان اللي احنا عايزينه يظهر فيه. مثلا لو حطيناه فوق على اليمين، صغر تكبر زي ما انت عايز تحرك اللوجو بتاعك تمام. اللوجو التاني اللي احنا جايبينه ده واحد تاني اهو، ده ابيض خلفيته بيضة، عشان برضو الناس اللي عايزة تحط اللوجو بتاعها بخلفية. لو خدتوا بالكم ده اللي انا كنت بتكلم فيه، انا دلوقتي ابتديت احرك، بحرك الفيديو مش بحرك اللوجو. لازم تاخد بالك انت محدد ايه بالظبط. فهنضغط ضغطتين هنا، ايوه كده تحدد معانا اللوجو. بنقدر نصغره عادي ونحطه في نص الفيديو، او نحطه على اليمين او نحطه على الشمال. عايزينه يظهر من اول الفيديو بنبتدي نحطه في لاير لوحده كده بالشكل ده، وعايزينه طول الفيديو بنحدده بالمساحة اللي احنا عايزينها عشان يظهر طول الفيديو. ده شكله اهو، ممكن نكبره ونصغره زي ما انت عايز، بتقدر تتحكم فيه. طيب لو انا عايز اعمل له موشن وهو داخل وهو خارج، يعني زي ما انت شايف كده هتضغط على دي كده ضغطتين، هيبتدي يورينا الشكل اللي هيظهر ازاي. ادي شكل اللوجو، لو غيرنا كده زي ما انت شايف، بتقدر تحط الموشن اللي انت عايزه على اللوجو او على الصورة او على التكست. تضغط ضغطتين عليه وهو بيبتدي يوريك هيبقى شكل الموشن على اللوجو ايه. دي بتجيبها من قائمة موشن لما بتعمل ايديت للوجو. يعني احنا كده واقفين على ده، نضغط عليه ضغطتين هيجيب لك موشن الكالر الالوان الايمج. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الشرح، واشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.